عشان توصل لمشوارك بسهولة ما عليك إلا تطلب أو تاكسي. كما هو معلوم للجميع أن سبب نجاح الخدمة هم السائقين، فوصولك في الوقت المناسب وسيارة نظيفة وملتزم بالتعليمات هي ما تجعلنا نحن كشركة كفريق عمل في المقدمة دائما. لذلك أخواني السائقين نطلب منكم الالتزام بالقوانين والتعليمات التي تلزمنا بعدم الأخذ طلبات الفنادق والمولات والمطار. أنا كسائق والتاكسي ألتزم بالقوانين وأحترم قوانين الشركة والوزارة. التزم بالقوانين. التزم بالقوانين. علينا أن نلتزم بهذه التعليمات، لذلك أنا سائق وتاكسي أنا ألتزم بالتعليمات والقوانين.